تفضل ومساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء، منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية الغربية، نتيجة لبدء عبور لجبهة هوائية مرافقة لكتلة هوائية قطبية المنشأ تؤثر على المنطقة الشمالية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الأيام القادمة، ستعمل على هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، ودرجة الحرارة تبقى باردة وأقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في العديد من المناطق أيضا خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات كبيرة من الغيوم، هي مرافقة لجبهة هوائية باردة تمتد عبر هذا الخط. في خلفها هذه الكتلة القطبية شديدة البرودة، هذه المناطق تشهد أجواء باردة إلى قارصة البرودة. انتشرت أيضا كميات من الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية، هي مرافقة لمنخفض جوي تتأثر به منطقة بلاد الشام. خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت، تبقى المنطقة الشرقية تشمل مدينة الدمام وصولا حتى منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، ووصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار، هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للكتلة الهوائية الباردة المتمركزة في المنطقة الشمالية. خلال ليلة الخميس على الجمعة تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة وتستمر فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الشرقية جنوب منطقة الرياض وصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية. خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت تبقى الأجواء غير مستقرة في المنطقة الوسطى الجنوبية الغربية، ثم لاحقا خلال يوم السبت تصبح الأجواء غير مستقرة في المنطقة الشرقية تحديدا وصولا حتى المنطقة الشمالية الشرقية منطقة حفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية. خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت، كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تتمركز في المنطقة الشمالية، تعمل على تدني كبير في درجات الحرارة، يتشكل الصقيع والجليد خلال ساعات الليل، أيضا تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة الشرقية العاصمة الرياض وأجزاء من المرتفعات الغربية، بينما تبقى المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الجنوبية بشكل عام تحت تأثير كتلة هوائية دافئة، ودرجات الحرارة في هذه المناطق أي المناطق الجنوبية تبقى حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، على عكس المناطق الشمالية والوسطى والشرقية حيث تسجل درجة الحرارة قيم أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، طقس غائم جزئي 11 درجة مئوية، الملموسة 9، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة أجواء غير مستقرة 18 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجات مئوية، تنخفض درجات الحرارة مع تعمق الكتلة الهوائية القطبية اللي تسجل العاصمة الرياض حوالي 13 درجة مئوية، أما الصغرى 9 درجات مع فرصة لزخات من الأمطار. تستمر فرص زخات الأمطار يوم الأحد لكن ترتفع درجات الحرارة لتسجل 18 درجة مئوية، أما الصغرى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.